باستعمال أكوالاينر. ارسمي خطاً من وسط خط الرموش العلوي واسحبيه باتجاه الزاوية الخارجية للعين. اسحبي الخط إلى الأعلى عند الزاوية الخارجية للعين، ثم أكملي رسم الخط من الوسط باتجاه الزاوية الداخلية للعين. ارسمي زاوية محددة عند الزاوية الخارجية للعين واسحبي تحت خط الرموش السفلي. توقفي عند الوسط. املأ الفراغ عند الزاوية الخارجية للعين، ثم اسحبي الخط عند الزاوية الداخلية للعين.